السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناتكم مطبخ أم فايزة. رمضان كريم، تصومه إن شاء الله بالصحة والهنا وراحة البال. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا رب. اليوم غنتقاسم معكم فطوري، جبت لكم طبق شهوة منه وفطيرة اللي هي سهلة ولذيذة. وكيف العادة ما تنساوش تحلية لذيذة في آخر الفيديو. نبدأ على بركة الله. بسم الله، هنا عندي كمية الرز مسلوق، سلقته في الماء مع شوية الملحة وشوية من الزعفران الحر أو الزعفران شعرة باش يعطيني اللون. هنا عندي نص حبة من الفلفلة حمراء مقردة طرف صغار، ونص حبة من الفلفلة خضراء حتى هي مقردة طرف صغار، وواحد حبة خيزو مقرداها مرصويات صغار، وواحد بصلة كبيرة مشلضة. وهنا عندي ثلاثة المعالق كبار من زيت الزيتون، وهنا عندي جوج دروس من الثومة محكوكين، وهنا عندي كمية من اللحم غنمي مقطع مرصويات متوسطين. وبالنسبة للعطرية عندي هنا نص معلقة صغيرة من الإبزار، ونص معلقة صغيرة من العطرية المروزية، والملحة حسب الذوق، نص معلقة صغيرة من العطرية الكفتة، ربع معلقة صغيرة من القعقاع اللوب سيبسة، معلقة صغيرة من سكينجبير، ومعلقة صغيرة من القزبر مقطع ومدقوق. بسم الله، في إناء درت 3 معالق كبار من زيت الزيتون، والعطرية اللي ذكرت لكم كاملة درتها، ونص كاس العنبة من الماء، وجوج دروس من الثومة محكوكين، الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء مقطعين طرف صغار، وشوية من البصلة مشلضة تقريبا نص بصلة. خلط كل شيء مزيان وغنضيف الرز مسلوق. وبالنسبة للرز راه ما طيبش مزيان، طيب غير نص طيبة. وفي التالي درت حبة خيزو مقطعة طرف صغار، عاودت خلطت مزيان وخليته على جنب. خديت مولد الفران ودرت فيه شوية ديال الزبدة مذوبة، وفرشت البصلة اللي كانت بقات لي، وغندير من فوق منها فرشة خفيفة من الرز. غنخلي المول على جنب وغندوز اللحم. هنا في إناء درت شوية الملحة حسب الذوق، معلقة كبيرة من الخل، شوية من الإبزار، نص معلقة صغيرة من السكينجبير، شوية من الخرقوم، شوية من القعقاع اللوب سيبسة، وشوية من العطرية ديال الكفتة، شوية من العطرية ديال المروزية، ومعلقة من القزبر مدقوق. درت ربع كاس الماء وخلطت كل شيء. شرملت الطريفات ديال اللحم وخليتهم على جنب، وغنخليهم يتشربوا العطريه لمده ربع ساعه. وبالنسبه اللي عندها الوقت الكافي تخلي اللحم يتشرب لمده ساعه. وبعد ما دازت ربع ساعه درت الطريفات ديال اللحم على الرز بهذه الطريقه، وغنغطي المول بورق الطبخ وورق الالومنيوم، وغادي ندخل المول الفران اللي سخنت من قبل. غنخليه يطيب على خاطرو على عافيه تكون قليله باش البصله تطلق كاع الماء اللي فيها، ويطيب الطبق غير في الماء ديال البصله وفي الزبده اللي درت. وكيف ما تبعتوا معايا ما زدتش نهائيا الماء. وعلى ما يوجد طبق غنوجد واحد الفطيره اللي هي ساهله مهله. هنا عندي جوج كيسان قياس العنبه من دقيق الحلوه مغربل، وثلاثه المعالق كبار من الفينو، شويه الملحه حسب الذوق، معلقه كبيره من خميره الخبز، ومعلقه كبيره من صلصه الاندلس باش نسمن العجينه ديالي، وشويه من الزعتر، وممكن ديروا غير زعتر بوحدو. درت معلقة كبيرة من الزبدة، ثلاثة المعالق كبار من زيت الزيتون، وجوج معالق من حليب بودرة أو حليب غبرة ميدو، وغنجمع العجينة بالماء دافي. كنزيد الماء غير بشوية بشوية حتى تجمعات، وبعد ما تجمعات خليتها تعجنت مزيان. وبالنسبة للعجينة ما قصحتهاش، خليتها مرخوفة. غنغطيها ونخليها تخمر، وندوز باش نوجد الحشوة أو العمارة. في مقلة درت واحد البصلة مشلضة، وثلاثة من الدروس ديال الثومة محكوكين، نصف فلفلة حمراء ونصف فلفلة خضراء مقطعين طرف صغار، شوية ديال الملحة حسب الذوق، معلقة صغيرة من التحميرة، ونص معلقة من الإبزار، نص معلقة من سكينجبير، وشوية من الفلفلة حارة السودانية كتبقى اختيارية وعلى حسب الذوق. درت شوية من زيت الزيتون ورديت المقلة على عافية مهيلة باش البصلة تشحر على خاطرها وتطلق كاع الماء اللي فيها. بهكا كطيب هي والفلفلة مزيان، وما كنزيد لهم حتى نقطة الماء. وبعد ما طابوا وتشحروا مزيان طفيت عليهم وخليت العمارة تبرد. رجعت العجينة ولقيتها خمرات وتضاعف الحجم ديالها مزيان. رشيت سطح العمل بشوية ديال الدقيق باش ما تلصقليش العجينة، وسرحتها بالدلاك، وعاود قديتها مزيان ورديتها في اللاطة ديال الفران. ثقبتها مزيان بمشطة اللي خليت سبيسيال الكوزينة، وغنعمرها بالعمارة اللي كنت خليتها كتبرد. غندير شويه ديال الزيتون الخضر مقطع وطون مطيشة، وراه ممكن تعمروها باي حاجه متوفره عندكم، سواء دجاج او الكفته او اي حاجه من اختياركم. ودرت شويه من الفرماج محكوك، وفي الاخير غنضيف لها شويه من القزبر مقرد.
غندخلها الفرن مسخن من قبل، غنخليها طيب على خاطرها على عافيه متوسطه، ومن طيب من الجهه التحتانيه غنهبطها ونخليها تحمر واحد شويه من الوجه ديالها. وبعد ما طابت هذا هو شكلها، كتبقى رطبه وما كتجيش قاصحه، محمره وواخده حقها في الطياب، كتجي شهوه منها. وهذا الطبق باللحم خليته طاب مزيان حتى خد حقه في الطياب، واللحم جا طيب مزيان طابع المهل. كاضافه درت ليه البرقوق معسل مع شويه الزنجلان من الجن، والمشمش معسل معمر باللوز، كيجي طبق رائع ولذيذ بلا قياس. خلطت الملح والحلو في طبق واحد، البنه ما كتقاوش، رائع طوب. هو صراحه كيستحق تجربتكم، طبق ولا اروع. غنقول لكم بصحه فطوركم، وموعدنا من ورا الفطور مع التحليه الجديده. على بركه الله لهاد التحليه غنحتاج مول طويل، وممكن تستعملوا مول داير او مربع اللي متوفر عندكم استعملوه. فرشت فيه سلوفان باش يسهل عليا نديموليه. وهنا عندي كميه البسكوي، استعملوا اي بسكوي من اختياركم. وهنا عندي نص كاس الحليب بارد. المشكل لقيت البسكوي كامل مهرس، لكن معليش غنقادو. اول حاجه كناخذ البسكوي وكنغمسو في الحليب وكنحطو في المول. ما تخليوش البسكوي مده طويله في الحليب، غير غمسوه وعاودو خرجوه من الحليب وحطوه مباشره في المول باش ما يجيش فازك اكثر من القياس. وبعد ما درت الفرشه الاولى غندير الفرشه الثانيه من البسكوي، وغنخلي المول على جنب وندوز باش نوجد الكريمه. في كاسرونه عندي نص سيترو ديال الحليب، غندير 3 المعالق ديال السكر، وديما السكر كيبقى على حسب الذوق. وغندير 2 معالق كبار من لاكريم باتيسير، وخلطت مزيان. ومن بعد رديت الكاسرونه على عافيه متوسطه مع التحريك المستمر حتى بدات كتعقد وطفيت عليها. كاضافه درت 6 المرصويات من الشوكولاته ابيض، وممكن ديروا الشوكولاته كحل، انا كنفضل الابيض في هذه التحليه، والاختيار كيبقى ديالكم. وبعد ما خلطت مزيان حتى داب الشوكولات، غندير معلقه من نكهه الحامض، وممكن ديروا نكهه الليمون او لا غير قشور ديال الليمون محكوك، لكن بالحق القشور ديال الليمون ديروه في الاول، او لا استعملوا الفاني او اي نكهه من اختياركم. بعد ما خلطت مزيان سكبت الكريمه مباشره من فوق البسكوي، لكن ما كنسكبهاش كامله، كنسكب غير النص، وكنعاود ندير 2 طبقات اخرين من البسكوي اللي غمست في الحليب كيف ما درت في الاول غندير دابا. وسكبت الكريمه اللي بقات من فوق البسكوي، غنخلي الكريمه حتى تدفى شويه عاد ندخلها للثلاجه تبرد. وبعد ما بردت التحليه مزيان، يعني خليتها بردت مزيان حتى شدات راسها مزيان، وخرجتها من الثلاجه وديموليتها، ودرت ليها تزيين خفيف ظريف بالشوكولاته مذوب. دوبت الشوكولاته ابيض في حمام مائي، وزدت عليه معلقه كبيره من نوتيلا، استعملت شوكولاته الدهن وخلطتهم مزيان. سكبت الشوكولاته في بلاستيكه وزينت به، درت به تزيين خفيف ظريف. كتجي تحليه رائعه وبمذاق لذيذ بزاف. شوفوا معايا القوام ديالها، كتجي بحال الفلون وبمذاق ما كيتقاومش. يا سلام. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلي لكم بارطاج، هذا فضلا وليس امرا. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.